فصل في شروط النكاح وأوليائه. شرط النكاح شاهدان والولي بصيغة صريحة لم تفصل، وكون كل مسلما حرا ذكر مكلفا عدلا بسمع وبصر، ولا يضر في الولي فقد البصر وقلة الإغماء لكن ينتظر، ولا يضر فسق سيد الأمة والكفر في ولي غير المسلمة. والأولياء هم أولو التعصيب كما مضوا في الإرث بالترتيب، لكن هنا تقدم الأجداد عن إخوة ولا تلي الأولاد، ولا يجوز عقده في العدة ولا صريح خطبة المعتدة، ويحرم التعريض للرجعية وجوزوا للمرأة الخلية، وللأب التزويج بالإجبار ما دامت الأنثى من الأبكار، لموسر كفء خلا من عيب رد بمهر مثل حل من نقد البلد، وكل جد لأب فكالأب فلا يكون مجبرا للثيب. والشرط في تزويجها الصحيح بلوغها مع إذنها الصريح، والبكر في تزويجها كالثيب إن لم يكن أب ولا أب الأب.